ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. قرر جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم تقديم استقالته من التدريب بعد توديع حلم التأهل لكأس العالم 2022، واستطاع المنتخب الكاميروني بصورة رسمية أن يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بعد الفوز على حساب الجزائر في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء بالجزائر، وبالرغم من فوز الجزائر بمباراة الذهاب التي أجريت بالكاميرون بهدف نظيف، إلا أنها فشلت في الحفاظ على هذا التفوق في مباراة الإياب المقامة بالجزائر الثلاثاء، حيث انهزمت بهدفين مقابل هدف واحد. هاي ما بدي اسمعها.